مش عايزة أقولك أنا انبسطت النهاردة قد إيه. مش قدي، أنا اتبسطت أكتر أول مرة أشوفك ترقصي ومبسوطة بالطريقة دي. أنا
عايزة أقولك تعالى نلعب طاولة، بس أبو علي نايم. لا هو الوقت اتأخر أصلا ما ينفعش. بس لازم نلعب طاولة. لازم قريب. أكيد. ماشي، تصبح على خير. وانت من أهله. عندكم طاولة ولا أجيب معايا طاولة؟ عندنا طاولة أبو علي. طيب أوكي، باي باي أدهم. بجد ميرسي قوي. ميرسي ليكي. تصبح على خير وانت من أهله. باي. حيوان يمأمئ، أربع حروف. خروف. يرتدي. صباح الخير. صباح الفل يا ميوي. عامل إيه يا أبو علي؟ الحمد لله. أنت أخبارك إيه بقى؟ وأخبار رسالتك إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله، خلاص ميعاد الرسالة قرب. رعب يعني، بس إن شاء الله هلحق الميعاد. لا إن شاء الله يا بنتي. بقولك إيه يا مي؟ إيه؟ الولد ده اللي اسمه نادر ما حاولش يتصل بيكي؟ لا، بس بتسأل ليه ماما؟ لا أبدا يا بنت، أنا بطمن عليك يعني. عارفة الولد ده لو كان بيحبك بجد، حتى لو كان مش لاقي ياكل، أنا كنت وافقت عليه وجوزته لك. يلا الحمد لله إن موضوعك ده انتهى على خير، بس لازم تتعلمي الدرس، متخليش حاجة تكسرك ولا تأثر فيكي. ماشي؟ أحبك قوي يا بابا، بس أنا مش عايزك تقلق، أنا مركزة في شغلي والرسالة بتاعتي ومعملش أي حاجة تانية. البركة فيك بقى أنت وليلى، ربنا يخليكوا ليا. يا بنت الحب مش عيب، من غير حب كانت الدنيا دي تبقى غابة، الكل بياكل في بعضه. المهم لما نيجي نحب لازم نختار صح، وأكيد ربنا مخبلك حاجة أحسن طبعا، حلوة ومثقفة وبنتي. انت بنتي، يبقى ضروري هتلاقي ابن الحلال اللي كلنا نفرح ان هو جوزك. يلا حبيبتي روحي شوفي شغلك، وفكري في الكلام اللي قلته لك ده، ولو حصل اي حاجه بم 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 لازم تقولي لي على طول. هقول لك على طول يا ابو علي، اول واحد تعرف. ها مش تقولي ده بابا كبر وعاجز وانا جيل وهو جيل ومش هيفهمني؟ ده انا افهمك انت واللي يتشددولك. يا ولد انت يا جامد انت. ماشي يا ابو علي. ايه ده؟ ايه اللي جاب الفنجان ده هنا؟ سبحان الله جات لوحدها. عندي مناخير على فكره بشم، تقلقش مش هقول لليلى، بس لو سمحت اخر قهوه تشربها. طيب يا اخي. ماشي؟ طيب. باي. نعم. مش هقول لليلى. وما تخافش. ليه؟ ايه الاجيال دي؟ انا هخاف من بنتي؟ طب هشرب الفنجان. ايه اخبارك؟ ايه حاسك كده مرتاح من دول شويه؟
ما بعملش اي حاجه غير موضوع الرساله، فطلعان عيني يعني. رساله ايه؟ بص، الرساله بتاعتي المفروض عن فن الجرافيتي واستخدامه في الثوره. برافو. صحيح، ده ابتدى يظهر جرافيتي كتير جدا في مصر بعد الثوره. بالظبط. برافو جدا. طب انا عندي صور كتيره جدا لموضوع الجرافيتيز دي. بصي، صورت صور كتيره قوي، باريس، لندن، مدريد، برشلونه، كابول. عندي صور لاطفال وهم بيرسموا وبيكتبوا على الحيطان، جامده جدا. طب ده حلو جدا. انت منزل الصور دي اونلاين اصلا؟ لا طبعا. يبقى اكسكلوسيف عندي في الرساله. طبعا. طب حلو قوي. وبعدين لو احتجتي كتب عن الموضوع ده ممكن اديلك شويه اسماء يفيدوكي قوي في الموضوع ده. صباح الخير استاذ فتحي. صباح الخير يا فتحي. صباح الخير يا نسميه. انت زعلان مني يا فتحي ولا ايه؟ طيب عن اذنكم، باي. ايه يا فتحي؟ انت لسه زعلان؟ زعلان منك ليه؟ في مين بيني وبينك ايه يعني؟ يعني عشان ما صبحتش عليا بس. انا كده يا اخي، شكلي كده بتصرف كده، بتكلم كده. طيب. صباح الخير. صباح النور. طب فتحي. بقول لك ايه؟ ما تيجي نقعد نتكلم مع بعض شويه. نتكلم مع بعض في ايه يعني؟ ما فيش بينا موضوعات مشتركه قمم يعني. قمم. هو فنجان قهوه هنشربه مع بعض يا فتحي، يعني مش حاجه كبيره. وان اونلي. وان اونلي. وان اونلي. وان اونلي. ستي هير. يلا بينا. اتفضل. يلا بينا. انا مش فاضي. اتفضل. بسرعة. يلا ورا. يا شهدي. لا تمام يا حبيبي. بقول لك ايه؟ أنا القهوة والشاي والسكر قربوا يخلصوا. لا اعمل في حسابك بقى تبعت لي بقى. حاضر، هبعد عليك اقعد معاك شويه. ماشي يا وحش. سلام يا حبيبي. سلام. في ايه يا فتحي؟ بتبص لي كده ليه؟ لا مفيش. بس انا بستغرب يعني، حاسس يعني انك هتقعد هنا على طول في مصر يعني. انت حتى صاحبت كل الناس يعني، حتى شهد البقى اللي صاحبته يعني، غريبه شويه. طب وفيها ايه؟ ولا غريبه ولا حاجه، هي الناس كده هنا، المصريين طول عمرهم كده، لازم يحببوك في نفسهم يعني. حتى لو انت راجل مش اجتماعي وما بتحبش تتعامل مع الناس كتير، لا بيفرضوا عليك انك لازم تحبهم. وده اللي ناقصنا على فكره هناك في انجلترا يعني. الناس هناك كل واحد في حاله، ما حدش بيكلم حد ولا حد بيسأل على حد. ده حتى انت عارف لو الموضوع بتاع مامتي ده حصل هناك، كنت المفروض ادور عليها هناك. يا نهار اسود، كان زماني قاعد على الكمبيوتر وبخش من ويب سايت بتاع الدائره الحكوميه لويب سايت بتاع الدائره الحكوميه لويب سايت تانيه وكده. هناك ما بتتعاملش مع بني ادمين، ما بتلاقيش حد يساعدك. انما هنا بصراحة من ساعة ما جيت الناس كلها واقفة معايا، واقفة بصراحة أنا مش عارف أقول إيه. قصدك مين يعني اللي وقف معاك؟ ليلى؟ ليلى وعم حسن ومي وعم سعيد بتاع التاكس وحتى أنت، كلكم بصراحة. بحسن. ماشي. تضحك علي يعني؟ أصلك يا فتحي أنت مصمم إن في حاجة ما بيني وما بين ليلى وأنا مخبيها عنك، وأنا ما بقتش عارف أعمل إيه عشان تصدقني إن كل اللي ما بيننا صداقة، إحنا أصحاب. وبعدين بقول لك إيه؟ تفتكر يعني أنا لو في حاجة ما بيني وما بين ليلى أو بحبها أو حاجة من دي كنت هخبي؟ أنا كنت هبقى فخور جدا. ليلى بنت تستاهل إن الواحد يبقى فخور وهو معاها ويقول للناس كلها على فكرة. الكلام ده عندكم هناك في انجلترا تقف كده في ميدان لندن وتقعد تقول بقى انا بحب، انما هنا حب يعني جواز يعني اسره يعني بيت يعني اطفال يعني مشاكل يعني خلاف يعني طلاق. ايه يا فتحي ايه ده؟ لا طبعا، لا يا حبيبي، لا مش كده الحب، مش كده فتحي. مبدئيا هعدي لك ميدان لندن اللي انت قلتها دي، بس الحب شعور جميل ما بين اتنين يزعلوا زعل بعض، يف
الافراح والفرح بعض، يوقفوا لبعض، يساعدوا بعض. الحب مش مجرد حب ما بين راجل وست، الحب ممكن يبقى حب ما بين ست وست، راجل وراجل، زي ما انا بحبك كده. قصدك ايه يعني؟ يا فتحي بقى، مش كل مرة يا جدع أقول لك إني بحبك أو بعزك تعمل كده. بص يا فتحي، الحب حوالينا في كل حاجة، في كل حتة. يعني الحب ممكن يبقى حاجة جميلة ما بين اتنين، الحب ممكن يبقى إحساس لذيذ. اسمح لي، يعني كلامك ده عن الحب ده ملوش اي علاقه بالحب خالص خالص. واضح كده ان شغلك في الحروب والمجاعات والكوارث اللي انا شايفها دي والجثث خلاك يعني ما قصدي يعني ما يعني قلبك جامد شويه. معلش يعني كلامك عن الحب ده كلام جاف كده وعملي قوي. يعني الحب مش كده، مش كده. الحب 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 بيجي لوحده. يعني ايه مثلا؟ بص بقى، بص يعني انت لازم تكون نايم كده وبعدين تصحى من النوم تلاقي نفسك بتفكر في البني ادم ده، قصدي يعني في البني ادم دي يعني. ماشي. في البني ادم دي وتقعد بقى تسرح فيها بقى وتتخيلها كده وترقص معاها وتغني لها وتكتب لها شعر وجوابات وحاجات عمرك ما هتفهمها انت خالص ولا هتحسها. طب انت عشان الرومانسيه اللي انت فيها دي يا فتحي، خد نصيحه. نصيحه من واحد زي ما انت بتقول احساسه ميت وقلبه ميت وما بيحسش باي حاجه. يا سيدي جرب يا فتحي، جرب جرب، افتح قلبك لحد تاني. انت مش خسران اي حاجة، ما تعرفش يمكن اصلا تلاقي حد حتى احسن من ليلى. مفيش حد احسن من ليلى. ماشي يا فتحي، مفيش حد احسن من ليلى، معاك حق. بقولك ايه، انا قايم اعمل قهوة، تاخد قهوة تاني؟ والاحاسيس والعواطف الجياشه والحاجات كده يعني. خليك انت في انجلترا في بلدكم يا اخي. يا اخي عيش هناك يا اخي، مش عايزينك. ايه ده؟ وانا ممكن احب حد تاني غير ليلى؟ ايوه بس شادية قالت القلب يحب مره ما بيحبش مرتين. ايوه بس محمد فوزي رد عليها وقال اللي هواك هواه واللي ينساك ينساه. يا فتحي انت بتكلم نفسك يا فتحي. انا بتكلم نفسي يعني ايه؟ ممدون انا بتكلم نفسي؟ بغني يا اخي، بغني بغني. اللي هواكي هواه واللي ينساك ينساه، اللي هواكي هواه واللي ينساك ينساه. قلبي يحب مره ما يحبش مرتين، قلبي يحب مره ما يحبش مرتين، قلبي يحب مره اللي هواكي هواه ينساه واللي ينساك ينساه. على فكره انت بتكلم نفسك فعلا. انا عايز امشي. ماشي يا فتحي. ده ايه الراجل ده؟ يا نهار اسود. هو انا فاهم حاجة غلط؟ صباح الخير. صباح النور. ايه الاخبار؟ تمام. ازيك؟ الحمد لله. صحيح، ازاي بقى يا استاذ تروح تطلب ايدي من بابي من غير ما تقولي؟ مش ممكن ما وافقش؟ بادر انا بهزر على فكره، انت زعلت ولا ايه؟ لا انا ما زعلتش ولا حاجه، بس الظاهر اني اتسرعت. على فكره انا بابي سالني وانا قلت له انا موافقه. الموضوع مش بسيط كده يا هاجر. أبوكي صح، أنتوا لازم تفكروا وتفكروا كويس كمان.
لا واضح ان انت زعلان، وواضح ان بابي افور الموضوع، ويعني ده طبيعي اي اب في الدنيا هيعمل كده عشان خاطر يشوف غلاوه بنته. يعني لا هو ما افورش ولا حاجه، انا اللي غبي. على فكره في حاجه مهمه لازم تفهمها، ان انا موافقه، وادام انا موافقه بابي هيوافق. خلاص امتحاناتك ونبقى نشوف الموضوع ده. احنا هنعمل خطوبه دلوقتي، وبعد الامتحانات في حاجات مهمه كتير هنعملها، في فرح وفي فستان وفي معازيم ولا ايه؟ ماشي نفطر. ماشي لو سمحت عايزين 2 فطار كونتيننتال. حاضر. حاجة تانية؟ لا لا وحشتيني على فكرة بجد؟ أخيرا نطقتها أصلا، بس الناس بتتفرج علينا. يعني إيه المشكلة يعني؟ إحنا بنسرق ولا إيه؟ لا مش بنسرق، بس يعني بس إيه؟ تقربي شوية، أنت مالك قاعدة بعيد كده ليه؟ رايح فين يعني؟ عندي جوه الوحدة وقت السكات والوحدة عندي، والقعاد على الأرض وحدي. ازيكم شباب؟ أهلا. عاملين إيه؟ عاملة إيه؟ ازيك؟ لمد. ازيك يا مي؟ إيه الأخبار؟ أنتوا مالكم عاملين كده ليه؟ بقشطة عادي. وانا اللي قلت انتوا اللي هتفرفشوني. وانت عامل كده ليه يعني؟ مش العادي بتاعك. معلش معلش. ماله ده؟ هو بقى كده خلاص، مفيش سيطره. ما علينا، سيبكوا في الكآبة دي، عندي حاجات اخلصها. انتوا قاعدين؟ ها طيب هاجيلكوا تاني. باي. باي باي. بس انا عايزه اكلمك في حاجه، بس وعد ان الحاجه دي مش هتطلع بره. في ايه يا فهد؟ مالك؟ توعديني؟ اوعدك اكيد، ما انت فاهم يعني، اكيد مش هقول. بس في ايه؟ قشطه، انا قررت اسيب الجامعه واسافر ادرس بره، اكمل بره ومش هرجع هنا تاني. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي اي كلام ده؟ لا مش اي كلام، انا مش عايز ابقى هنا خلاص. ادير. نعم. يا سما جايه ولا؟ محتاجه اسافر. كلمتني وقالت ان هي جايه. فهد ممكن ما تاخدش قرارات، خلينا نقعد نتكلم، انا هخلص حاجات وارجع لك. هي جايه ممكن؟ مش انا هكلمك عشان عايزه اسلم عليك قبل ما امشي. مفيش الكلام ده، مش تاخد قرارات غير ما نتكلم. ممكن؟ قشطة. خلي بالك. سلام. ازيك؟ ازيك يا سما، عاملة ايه؟ ازيك؟ ازيك؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. بكلمك كتير وانت ما بترديش ليه؟ معلش يا مجد، انا حالتي مش مستحملة الفترة دي، محتاجة اقعد لوحدي شوية. طيب وانا ما وحشتكيش؟ خلاص؟ نسيتيني ولا ايه يا سما؟ لو سمحت يا مجد، انا بجد مش ناقصة، انت مش عارف انا فيا ايه ولا عاملة ازاي؟ طب ما انا عايز اعرف انت فيكي ايه؟ عايز اعرف عشان ابقى معاكي على نفس الخط، ما سيبكيش كده تتكلمي لوحدك. ايه يا جدعان؟ وكل شويه خناق خناق خناق، في ايه؟ انا ماشي. طب انا كمان ماشي. باي. باي باي. ممكن اعرف بقى في ايه؟ مفيش يا ماجد. عبد الرحمن ابن عمي. اه ماله بقى عبد الرحمن ابن عمي؟ ما انت عارف يا ماجد، متقدم لي واهلي موافقين. طيب وانتي؟ ما تنطقي. مالك؟ موافقة؟ أنا لا موافقة ولا نيلة. أنت عارف إني بحبك أنت، بس أنت مش بتعمل حاجة، وهم شايفينه عريس لقطة وأنا مش عارفة أتصرف خلاص. طب نصبر شوية، إديني حبة وقت، أخلص الجامعة وأشتغل، بعد كده أروح أتقدم لك. ولا تنسيتي اللي إحنا متفقين عليه؟ نسيتي إن إحنا بقالنا 4 سنين مرتبطين لبعض؟ معلش يا ماجد، مضطرة أمشي دلوقتي. سما. نعم يا ماجد. خليكي فاكرة إني بحبك.
بحب اجي المكان ده قوي، بحب النيل. انت عارفه من وانا صغير ومن كتر ما ابويا حكى لي عن النيل كنت بحلم بيه دايما، وبحلم باليوم اللي اجي اتفرج عليه. مين ما بيحبش النيل؟ انا بحس بامان وسلام وراحه جميله جدا اول ما بشوفه، حتى لو في عز الحر. بس اكيد لندن وانجلترا فيها اماكن جميله جدا. يعني اكيد في اماكن انت بتحبها وليها ذكريات عندك. قول لي بقى ايه اكتر مكان بتحبه هناك وحشك؟ في اماكن كتيره جدا، بس هو في مكان very special to me، قريب قوي مني، كونور. كنت باخد صاحبتي ونروح هناك كتير، كنا بنتمشى يعني. واو صاحبتك، انا ما سمعتهاش بتكلم عنها قبل كده. هو الصراحة احنا سيبنا بعض من فترة طويلة قوي. سارة ليه؟ يعني حياتي صعبة قوي يا ليلى، شغلي صعب وبسافر كتير، بتعرض لخطر كتير، وهي كانت عايشة طول الوقت قلقانة عليا، مش عارف. حتى لما كانت بتكلمني مثلا في التليفون تطمن عليا كنتش بحس بأي حاجة، تستناني في المطار وانا راجع من السفر مثلا، كان بالنسبه لي عادي. سارة غريبة قوي. يعني هو زي ما بيقولوا هنا، اللي بعيد عن العينين بعيد عن القلب. ايوه اللي بعيد عن العين بعيد عن القلب. يعني هو بيقولوا كده بس يعني مش مقتنع قوي. هي كان اسمها ايه؟ فيكتوريا. فيكتوريا. وبعدها بقى ما ارتبطتش؟ ما حبيتش يعني؟ ما كانش ينفع. الا قولي لي انت فعلا ما حبيتيش حد؟ يعني ايوه انت عمرك قلبك مثلا كده ما ضربش عشان حد كده، حسيتي انك نفسك تشوفي حد؟ لا ما قلت لك، انا قررت من وانا عندي 18 سنه ان انا مش هحب، ما ينفعش احب. بس يعني انا ليه معجبين يعني؟ والله ليه معجبين، يمكن يكون في ناس حبتني ونسيتني، ناس حبتني ما نسيتنيش يعني. بس انا قررت ان مفيش. لا مفيش. يعني كان قرار؟ ايوه قرار. انت عارفه ممكن اسالك سؤال نفسي اساله لك من زمان؟ شوف. طب ساعات ما جينا من السفر يعني، هو انت اتضايقتي لما مسكت ايدك؟ سؤال غريب شويتين. بس بص بقى، بصي انا بحس، وانا حسيت وقتها ان دي كانت لحظه يعني انت مبسوط فيها، حاسس ان انا قريبه منك، حاسس ان جزء من اهلك، ما هو انا جارتك برضه، وحسيت انها حاجه طبيعيه وصادقه بينا يعني، وما اتضايقتش. بس انا عايز اقولك حاجه، يعني انت مش بس مسكت ايدي، انت انا بوستها. ايوه. بصراحه انكسفت قوي قوي ساعتها. هو الحقيقه انا بعمري ما بستش ايد اي حد من قرايبي، بس ماشي هعديها لك. قول لي بقى، وانت هتطلع اسكندريه امتى ان شاء الله؟ خلال اليومين دول لسه، يعني هوضب شويه حاجات و أكلم قرايبي أقول لهم إني مسافر. مش عارف لو هعرف أوصل لأي حاجة في الموضوع ده. تفتكري هعرف ألاقيها؟ طول ما أنت بتدور وعايز تشوفها أكيد هتلاقيها. أنا حاسة بكده إن شاء الله. إن شاء الله. بس أنتِ عارفة، ابتديت أحس إن في حاجات هنا في مصر شداني لإني أقعد أكتر من الموضوع ده. اصل شربت من نيلها، مش بيقولوا كده؟ بيشرب من نيل مصر. بقول لك ايه؟ ينفع اخد لك صوره مع النيل؟ انت اكتر واحد صورتني في حياتي. لا لا لا، بس لازم اخد لك صوره مع النيل. يا نهار ابيض، انت مش فاهمه. بيوتيفول. ثانك يو. بيوتيفول.
اخدك صوره انا كمان ما اعرفش اصور زيك. تجربي؟ اجرب. يلا بينا. هيا وقفتك هنا مثلا. سمايل. تطلعلي لسانك. عارف لو قدرت افرجي نفسي واجي معاكي اسكندريه عشان بجد نفسي اشوف مامتك قوي. انت لازم تيجي معايا. انا نفسي اشوفك قوي اللحظه اللي انت بتشوف فيها مامتك اللي بتدور عليها، واشوف الست اللي شبهي قوي كده كمان. انت عارفه انا ابتديت احس انها مش شبهك قوي كده. عامة انت لازم تيجي معايا على فكره. انا بقيت بتفائل بيكي من ساعه ما جيت على مصر، اتعرفت عليكي وانا حاسس ان كل مالي بقرب منها وحاسس اني هلاقيها ان شاء الله. انا متهيألي ان لازم اروح المكتب عشان عندي حاجات هناك وغدا مستنيين. نشرب دمها بسرعه ونقوم، ايه رايك؟ ماشي. صباح الفل، ايه النشاط ده؟ انا قلت هاجي ما الاقيش حد. صباح الخير. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اتفضلي. ميرسي. قولي لي توحى اخبار صحتها ايه؟ كويسه؟ الحمد لله كله تمام. واخده بالك منها ولا لا؟ اكيد واخده العلاج كويس؟ اه طبعا، بس هي الصراحه انا عايزه اشتكي لك منها، هي بتتدلع شويه. اوعي يا هدى، لازم تسمع كلام الدكتور وتمشي مظبوط في العلاج، ولو احتجتي اي حاجه قولي لي. حاضر يا انسه. طمين، اخبار الشغل ايه؟ الحمد لله الشهر ده عندنا 4 اوردرات، 3 فرح و1 خطوبه. الحمد لله الحمد لله، ربنا يكتر الافراح يا رب. قولي لي وتممتي على كل حاجه مع غاده؟ اه اكيد، والنهارده هروح الفندق مع العروسه اللي عايزه تشوف القاعات. والله برافو عليك يا هدى، اتعلمتي الشغلانه بسرعه قوي، بجد انا مبسوطه منك. والله انا اللي مبسوطه ان انا شغاله مع حضرتك. جبتي البروشورات؟ اه اكيد جبتها من البيت، بس كان في واحد ساكن قدامكو كده غريب قوي بس بيضحكني. فتحي. هو طول ما هو بيكلمني كده باصص في الارض ومش فاهمه هو مكسوف ولا ماله، ومصمم يدخلني شقه عنده جوه استناك عبال لما تيجي. فتحي ده طيب قوي 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 من زمان، وهو جارنا احنا بنعتبره واحد مننا. طيب والبروشورات هتيجي امتى من المطبعه؟ يعني قدامهم يومين كده واستلمها. اوكي. طيب انا هعمل نسكافيه اعمل لحضرتك معايا. ماشي يا ريت. ما شوف ست غاده دي اتاخرت كده ليه. ايه يا غاده، نمسيتي الكحل انت واحمد، انتوا فين؟ شكلكوا كده سايبين الشغل كله لهدى. ابدا والله يا لولا، انا مش قلت لك اني رايحه للدكتور؟ ايوه بنتي، ما انا عارفه انا بهزر معاكي، انا جايه مخصوص بدري عشان اجي معاكي عند الدكتور. اوعي تروحي لوحدك. طب قابليني هناك بقى، اصل انا صحيت متاخر ومفيش وقت. خلاص يا حبيبتي اشوفك هناك، يلا سلام باي. يا هدى. هدى. ايوه يا انس. انا نازله يا حبيبتي، روحي انت بقى معادك ونتكلم بعد كده، هقابل غاده. ماشي. حاضر. عايزه اي حاجه؟ لا مع السلامه. يلا كلميني وطمنيني. حاضر. اوكي. بانوا 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 على أصلكوا، بانوا 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 على أصلكوا، بانوا والشاهي يبطل سهيانه، ولا غنى ولا صيت دولا جنس غويت، وكتاب ما يبان من عنوانه. بانوا أيوة بانوا. ايه هدير؟ مش بتغني معايا ليه؟ مفيش، بس مخنوش يا ابني. يا ابني حاول تطلع من المود اللي انت فيه ده، خليش الحاجات اللي مزعلاك تموتك. مش عايزنا اتضايق انا يا فهد. اتضايقش ازاي؟ طيب الموضوع شكله اصلا داخل في الجد. بجد ولا حاجة، ما تقعدش تقنع نفسك بحاجات مالهاش لازمة يعني بصراحة.
ممكن تاخدوا بقى مني شوكولاته حلاوه خطوبتي انا ونادر. مستنيينكم بكره ان شاء الله في المدرج الكبير. ان شاء الله بكره في المدرج الكبير. انا هسيبك تروح لاصحابك عشان انا مش هقدر اتعامل معاهم. يا شيخ سامح انت بقيت واحد مننا، انا ما تقلقش. وبعدين هم لازم يقضوا علينا. بس انا اتوقع ان هم هيتقبلوا منك الكلام مش هيتقبلوا مني. لا لا ما تقلقش، الناس دي طيبه. طب شو قال بقى؟ ايه؟ استنيكم بكره ان شاء الله في المدرج الكبير عشان الانتخابات. انتخابات؟ ده الحوار طلع بجد بقى يا شيخ ميمي. ده موحى. كمان في اللجنه الفنيه. هو مش الفن حرام ولا يا رجاله؟ لا مش حرام يا فهد. المهم يبقى ليه هدف ينفع الناس، مش مجرد رزع وخبط وكلام تافه. سيبه. بعدين يا اخي انت المفروض تفرح. سيبه ارجوك. خليه هو في فنه الهادف وخلينا احنا في الخبط والرزع. ماشي يا هدير. انا اكيد ما قصدكوش انتوا بالكلام ده. ولا تقصد. اهم حاجه انا مستنيكم بكره. سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا موحى. بجد انا ما بفهمش الناس دي. فهميني خلصترت منه. الناس دي بتعمل غسيل مخ في ثواني كده، ازاي مش فاهم بصراحه. حاجه تقرف. كل واحد بقى دماغه مريحاه. رايك مجيء 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 يا هدير ما تفك بقى يا ستي. ما انا فاكر هو يعني عايزان اعمل ايه انا ومرقص فكره مو. لا انا هسيبك انا والنبي لافكارك المجانيه المجنونه دي. وانا هو مروح عشان خاطر اخلص المشاريع. عايزين حاجه؟ مش عندنا بروفا؟ لا بروفة ايه؟ ما قلتلكش انا النهارده انا عايز اقعد لوحدي. هعد عليك. سلام. سلام. صعبان عليا قوي. يا ستي عادي. السما كلها يومين وتخلع من الواد دوت واهلها في البيت هينسوا وينزلوها وقشطه يعني. عاملين ايه يا شباب؟ الحمد لله. بالنسبه ايه الشوكولاته الشيك دي؟ بمناسبه خطوبتي يا فهد. ايه ده اخيرا؟ قصدي على مين؟ حد نعرفه؟ مين؟ على نادر. نادر؟ نادر؟ مالكوا اتخضيتوا كده ليه يا جماعه يعني؟ لا بس يعني هي مفاجأة الصراحه. مفاجأة ليه؟ ما احنا طول الوقت مع بعض وانتوا على طول شايفيننا. ايه الغريب في الموضوع يعني؟ طيب الف مبروك. الله يبارك فيك. وعقبال مش تاخد فيها شوكولاته من الغالي؟ ما بحبش الغالي. ماشي انت قطر. سلام. ميرسي يا بنت الناس. بقالي نص ساعة بدور على حضرتك. أنا بس ازيك؟ انت هدى، انت لازم ابعت لك عشان تيجي اسلم عليك. والله خالص ابدا، معلش انا اسف، انا عارف اني مقصر، بس والله اول ما قال دكتور صلاح عايزك جيت على طول. طب بص يا سيدي بقى، انت طالما جيت انا عاوز اقول لك على حاجه. انت عارف ان احنا اننا ماسك اللجنه الفنيه في الكليه ولا لا؟ تمام. طيب احنا كل سنه بناخد المركز الاول على مستوى المسرح في الجامعات كلها. مظبوط، انا عارف ده ومتابع على فكره، وبجد العروض كلها حلوه، انا شفت كل العروض ما شاء الله يعني. طب كويس بقى، انت كده عارف الفرقه بتاعتنا كويس. ايوه طبعا، كلهم اصحابي وفادي كمان صاحبي ودفعتي. بس ده انت كده وفرت عليا نص السكه. هو في ايه يا دكتور؟ بص يا سيدي، احنا سايب نعمل عرض فيما بعد الثوره. عاوزك تعمل الديكور ومش بمزاجك، غصب عنك هتوافق. ماشي يا دكتور، ما عنديش مانع، بس ما يمكن فادي مكلم حد تاني على الشغل ده. لا 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 خالص، بالعكس ده هو اللي مرشحك، كان عاوز يكلمك بنفسه، بس انا قلت اكلمك انا عشان تيجي اسلم عليك. وانا والله مبسوط جدا اني شفتك يا دكتور. خلاص بجد. اتفقنا؟ طيب خلاص، انا هتصل بفادي وهظبط معاه كل حاجه. خلاص اتفقنا. ماشي يا دكتور. صباح الخير. اهلا يا مي. ازيك؟ ازيك؟ ايه ده؟ طب بتعمل ايه هنا؟ ازيك عامل ايه؟ تمام. كويس ان مي جت كمان اهي، وما اعتقدش انها هتتمنع تساعدك زي ما انت بتساعدها. يا ريت. اكيد مش تأخر، بس ايه الموضوع عن ايه؟ اسيبكم تتكلموا وانا عندي محاضره. يلا. طيب. سلام. ممكن. سلام يا دكتور. ايه انا مش فاهمه حاجه، في ايه؟
عايز تعرفي؟ يعني مش هتقول لي يا مثلا؟ لا لا، تعالي نشرب حاجه وانا اشرح لك كل حاجه. طيب يلا. وبعدين ولا قبلي يعني باختصار كده، انا مش انا، حاسه ان انا واحده تانية خالص، بس خايفه. خايفه من ايه؟ والله 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 دي حاجه حلوه قوي، ما تخوفش ولا حاجه. انا عارفه والله برضو، بس عارفه، حاسه ان انا كل مشاعري مش عارفه اتحكم فيها، رايحه في حته تانية خالص، بفكر فيه هو طول الوقت وانا مش متعوده على كده. انا برمجه نفسي وحياتي على بابا ومي وشغلي وبس، لكن انا دلوقتي مش متحكمه في نفسي ولا في احاسيسي، رايحه في حته تانيه. انا ببقى قاعده لوحدي بالليل، الاقي نفسي مبتسمه، الاقي نفسي بضحك، الاقي نفسي بدمع. حتى الاغاني يا غاده، الاغاني بسمعها بطريقه تانيه خالص، الكلمات بحسها اكني 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 واحده جديده بتسمع الكلام ده لاول مره وبتحسه لاول مره. انت عارفة اغنية غالية دي؟ عرفت الهوى؟ حاسة انها معمولة ليا انا بس. يا عيني يا ليلى، يا عيني، انتي يا بنتي مش بتحبي بس، ده انتي في مرحلة متأخرة من الحب. وعلاجك اسمه ادهم، وساكن في الشقة اللي فوقيكوا على فكرة. لا لا، انا مش هقدر اعمل كده. وبعدين انا بتكلم بجد بقى، مش بهزر يا غادة. والله انا كمان بتكلم بجد. انت عارفة انا اول ما قابلت احمد من اول مرة قال لي ايه القمر والشياكة والجمال والعينين والطول، قلت له زوجتك نفسي. بنتي هو حد يلاقي حد يحبه الحب ده كله؟ يا ريتني زيك يا غاده، يا ريتني واخده الحياه ببساطه كده. انتي ده انتي فله، والله العظيم فله، بس فله كده مقوقعه على نفسها وقافله، شويه ميه بس كده وتفتح وتبقى احلى فله في المنيل. اهي الفله دي بقى زعلانه وخايفه تفتح وتدبل وتموت، تسيب كل اللي حواليها اللي بتحبهم وبيحبوها بيبقوا حزنانين. ليلى، انت بتحب الشوكولاته؟ طبعا جدا، ده انا بموت في الشوكولاته. انا حب بقى عامل زي الشوكولاته، خليكي ريلاكس كده وسعيده ومبسوطه. يوم ما تقولي لحد بحبك تحس ان حته شوكولاته دابت جوه بقك وخدت كل همومك ونزلت على صدرك وعملت. انت فاهمه؟ فاهمه والله، فاهمه جدا وحاسه، بس مش قادرة. مش قادرة؟ يعني هتحرمي نفسك من شوكولاتة؟ لا، مش هحرم نفسي من الشوكولاتة، بس مش هتجوز، مش هتجوز. حرة، انا في الفراولة. مش هنلحق الدكتور، قومي يلا. طب كلي 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 الشوكولاتة. انا بحب الشوكولاتة قوي. Thank you.